ولدي كيطالب على بلاصتو، باغي غير البلاصه ديالو. في المجاهدات السيد كيقول لي اليوم غدا، اليوم غدا، طيبوا بهذا اليوم غدا. فين ما جا، فين ما جا، النهار اللي بغى المصلحه ديالو هو حيدهم معتصمين من الهيرة، فين من عند المقاطعه بقى كيطلب في مال عار العامل دايز. الا ما نوضو حيدو ليا، لا خليهم يبقاو معتصمين، خليهم يطلبوا على حقهم. البلاصه راه فين باينه، راه تلفت ليا وتلقاها راه باينه مرسومه، لاحهم اللور شي شي فيهم شاد، ولكن بحال لا ما شاد. فاش شدو مجرينهم بهذيك الطريقه همجيه، ما كيقدر ارهابي، وما عمرني شفت مجرينهم بهذيك القضيه بسنسله. جارو لاويها على يده، انت خدام شاد بلاصتك ما عندك سوق، وهذاك جارو داير لي جرات كلب حاشا هاد الوجه، ما يمكنش. علاش؟ وبلاصتو كاينه وباينه، راه فينهم قلو عليهم قسي منها. مرا شاده لانتريت فوزينات وجايه خدامه، قاعده شاده بلاصه ومرتاحه على خاطرها، واللي خدامها وضارب فيها تمره ويبات في السروي ويبات في الفجر، حيت هو طالبها حقه. وراه ما مس لا قيد لا سلطه لا عامل لا غادي لا جاي، ما مس حتى شي واحد عباد الله. والواو هاد اللويه وقعتوه وصيفطوه، علاش؟ دايرين خاطر القيد، خايفين من القيد. هذاك غير برهوش مسمي، ما خدامش، ما عندو التقيمه، ما عندو حتى شي حاجه. علاش؟ انا ما رح... انا ما كايناش شي ام اللي كتصبر تشوف ولدها مشدود بهذيك الطريقه الهمجيه، ما كايناش على وجه الارض. نقدر نموت فيها انا. هذاك الدري راه هو اللي خدام عليا، انا مرا مريضه بالقلب، هو اللي كيجيب لي الدواء ورقيه عندي، هو اللي شاد جداته، هو اللي شاد مرته، هو اللي شاد بنته، هو اللي شادنا كاملين. مني عندنا واحد خدام في الدار، وما تيشي حتى شي خدمه اللي تحمر له وجهه، ابيع وشاري، ماشي شي خدمه رسميه، كيتخلص شي شهريه ولا كيتخلص شي حاجه. هما شهرياتهم ومانداتهم وما قادينهم، شو كيعكعكو كتلقاهم حتى هما يكريديو. واحد كيبيع 10 دريال كتشيط ليه في الكيلو، كينوضو شادينه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.